دعينا هذا اليوم إلى اجتماع مجلس عشائر قضاء بيجي. هذا الاجتماع الأول على مستوى اجتماع الشيوخ العشائر في قضاء بيجي لمناقشة القطاعات الأمنية والخدمية وللتآزر المجتمعي. حقيقة تم تطرق إلى عدة جوانب، منها الخدمية على سبيل المثال مشروع المجاري والعمل المستمر لهذا المشروع. حقيقة هو موضوع المجاري شر لا بد منه، حظينا بدعم وإسناد من قبل السيد المحافظ والمتابعة المستمرة لقطاع البنية التحتية، منها موضوع المجاري والماء والكهرباء وتبليط الشوارع والترصيف.